يا الله، السلام عليكم شباب. اليوم سفرة صيد جديدة، بس اليوم طالعين نصيد بلابل وسمك بنفس الوقت. هذا البستان اللي راح نقعد بيه، جهزنا الفراش وننزل غراضنا، واكو سيارة بعد جماعتنا ورانا ما جايين. نجهز الغراض ونبدأ بالصيد، وش نصيد اصور لكم اياه ان شاء الله. شباب هسه نصبنا شبك هنا، طبعا ما يبين هو الافضل، وذني بلابل واحد بهاي الصفحه واحد بهاي الصفحه، وان شاء الله راح نرجع لي ورا نصيد سمك، ومن نخلص نجي نشوفها وان شاء الله صايده شي براسه حظ. شباب ما يطيب طعم السمك اذا ما ناكل تمر وراه. حضرنا التمر وهسه راح نروح لمكاننا ذاكل، شوينا بيه سمك وراح نعوف الشبكة حتى الصيد ان شاء الله. شباب النار جهزناها، والسمكات خليناهم بالشواية، وهذا الطباخ مالتنا سجاد الله يحفظك، وهذا فرقد مثال البلابل. طبخ لبخ كيف معدل معدل، وخالد دبس النار من وكيد. خلنا نروح نصيد سمك بين ما يصير الاكيد، ان شاء الله شي نصيد نصور لكم اياه. هناك البلابل نصبناها شباب، وهسه السمكات كملين وريحتهن ما تنوصف، وذول الشباب قاعدين مثل اليتامى ينتظرون السمك. يتيم جاي ينتظر البلاوي، هو عندنا يتيم ثاني ينتظر البلاوي. ان شاء الله ورا ما نخلص اكل نتوجه نذب سناره، وان شاء الله الله يرزقنا بيها. وش نصيد نصور لكم شباب، وهسه هاي التجهيزات، تفاح ورمان وطرشي وزيتون وبصل، والسمكات خلصين. راح نبدي مباشر بالله سجاد استمتعت للمتابعين. صح. ارفعها ارفعها بس دقيقة وخلي يشاهدون المتابعين. الله شوف عمي معدل، هذا وين؟ سجاد ماكو طباخ ببغداد يغلبه. كملنا السمكات، الشباب ما ينتظرون بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ها كرار حبيبي شنو قدرنا هسه اقطع هسه. صدق هسه اقطع. شباب وهسه تحولنا للسناره لانه ما توفقنا بالبلابل، هو رزق ان شاء الله. اذا صدنا سمك او هاي اصور لكم اياه، واذا ما صدنا فاحنا طالعين للونسه لا اكثر ولا اقل. تحياتي لكم جميعا. شباب بعد انتظار طويل للاسف صدت رقه، بس تأذت خطيه شويه، راح احاول اطلع الشص من حلقها بدون ما اذيها واطلق صراحه. شباب هاي السلحفات لزمتها، حاولت وياها تقريبا بالربع ساعه، يلا قدرت اطلع الشص من عندها بدون ما اذيها، وهسه راح ارجعها لبيئتها الطبيعيه. حيوان كلش حلو ومسالم ما يأذي. شباب طبعا خلصت السفرة واحنا طالعين سيارتين، يلا صدنا خمس زوريات ورقة، بس هو الغرض من السفرة الونسة. ان شاء الله نصور لكم يوم جديد وسفرة جديدة، بس لا تقصرون باللايكات والمشاركات والمتابعة.